من عني لا تتحدث حول ما تفعله، تتحدث وتقول ترامب. هل رأيتم هذا الفيديو الذي تحدثت فيه عن اسمه حول 28 مرة؟ لن تتحدث عن خطتها وما الذي تفعله، لن تتحدث عن الاقتصاد، لم تتحدث حول مقترحاتها. انتظروا دقيقة، إنها تتحدث، لا تتحدث عن أسوأ الأرقام التي قد شهدناها في عصرها. فقط تقول شكرا. الآن أنتم ستحبون هذا، أنها تتهني بالعنصرية. أعتقد أن هذا لم يحدث مسبقا، بقى في 4 أيام فقط، وأرغب من الناس أن يتذكروا هذا. العديد من الناس يتحدثون حول هذا الأمر. انظروا إلى كل هذه الأخبار الشائعة التي يروجوها، هكذا يفعلون دوما، إنهم يقولون هذا دائما. أعتقد أنه أمر غير مصدق أن نشهد هذا في هذه الأيام الأخيرة. لقد شاهدنا هذا بالأمس في ميلوكي، كان الأمر مزدحما للغاية قبل ساعات من الحدث، وأيضا في ويسكونسن مرة أخرى، وأيضا هذا اللاعب الرائع الذي يؤيدني بريت فيفر، إنه أيدني، وهذا أمر كبير بالنسبة لي. إنه واحد من لاعبين كرة القدم، سريع للغاية، يستطيع أن يحصل على كرة ويرسلها مرة أخرى في ثواني. لقد صفحت يديه، لديه أكبر يد لقد شاهدتها من قبل، ربما لديه أكبر 3 مرات من أي يد أخرى. إنها يد قوية للغاية. شاهدتها وقلت له هذه أكبر يد رأيتها. هل تعلمون؟ وقال لي أنا لم أفعل هذا مسبقا، لم أأتي لتأييد مرشحا والحديث عنه، ولكني فعلتها لأجل الرئيس ترامب، لأننا نؤمن أنه سيقوم بوظيفة أفضل في هذه الانتخابات.